في الشهادة الموالية سنستمع إلى صوت ضحية بالتبعية ابنة النقابي سعيد جيجي الذي قضى نحبه جراء الإيقاف التعسفي والتعذيب القاسي وظروف السجن اللا إنسانية وسوء المعاملة بعد سنوات من الخميس الأسود. كتب الشاعر الراحل محمد الصغير ولد أحمد قصيدة البيان النقابي العام: نقابي ومعترف ومنضبط ومختلف، ونور الفجر يغمرني وهذا الليل منصرف، أتتني القفة الأولى فلم أبصر بها قلمي، وكان الشعر مسلولا فآويت إلى حلمي، فتحت القفة الأخرى فلم أعثر على ولدي، وجاءت دمعة حرة فقبلت ثرى بلدي. هذه القصيدة تعبر تماما عما عاشه النقابيون خلال تلك الحقبة، ومن بين هؤلاء سعيد جيجي الذي لخص معاناته في رسالة وجهها إلى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في سبتمبر 78، أتى فيها بالتفصيل على أشكال الممارسات المهينة وظروف الاعتقال والاستنطاق وطرق التعذيب بمقر وزارة الداخلية. نحيل الكلمة إلى السيدة سعاد جاجي لتروي شهادتها عما تعرض له والدها من انتهاكات إلى حين وفاته وآثار ذلك على العائلة، فلتتفضل. نذكر الحضور بوجوب عدم التصوير، غلق الهواتف وعدم التصفيق مع التزام الهدوء والصمت، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سعاد جاجي بنت المرحوم سعيد جاجي، حرم حافظ دربال، معلمة المدرسة الابتدائية ساحة مونديس فرنسا. أنا بديت، إحنا كنا عايشين بابا المرحوم سعيد، أمي وإخواتي عايشين عيشة بسيطة عادية. بابا كان يحبنا برشا الكل، كنا 8 بنات وليد، ما كانش يفرق ما بيناتنا الكل. كنت أنا الكبيرة وكانوا إخواتي الكل، إحنا أنا الكبيرة وقتها عام 78، أنا في الباك، عندي إخواتي أصغر مني في الليسي، وإخواتي الأخرين صغار، وعندي أختي الصغيرة بالكل عمرها عامين ونص. اخواتي راهم يسمعوا فيا وبحذاكم هوني كلهم. كنا عايشين عيشة بالقدا بالقدا. بابا الحاجة اللي كانت فيه كان يحب يمارس النشاط النقابي متاعه، معناتها كان يحب الاتحاد ياسر، كان معناتها كان احنا في شيرة والاتحاد في شيرة، كان كل يوم يخدم يروح مخر ياسر، ما يروحناش بكري بالكل. اما كان نهار لحد كان نهار سكري، معناتها نهار لحد للعائله، معناتها هذيك الحاجه الايجابيه اللي انا وقت انا صغيره كنت نحس بها. حتى جاء ايامات جانفي 78، نهار 25 جانفي جاتني امي قالت لي: سعاد برا أهبط البوك للخدمة. أنا كانت سعاد تبعثني باش نقول له قضية، باش يعطيني قضية. قالت لي: برا أمشي البوك قل له يعطينا مصروف، ما عادش عندي حتى فرنك، وأخواتي صغار 8 وليد، معناتها 9 في العائلة إحنا وأمي وبابا. وبابا معناتها في الاتحاد نهارتها ما روحناش، نهار 24 ما بيتش بحذانا، معناتها 24 و25. نهار 25 مشيت له، هبط
مشيت في العادة كي نمشي لبابا هو ديما كل واحدة منا كان يسميها باسم غير اسمها، خاطر كان مدللنا كل واحدة كل واحدة وحدها. يا هي وقت كنت نمشي له يقول لي اي ويهبطني ويمشي يشيلي كعبة جاتو ويشيلي كاس جو اه، وبعد يقول لي يا شنو تحبش، قالت لك معناتها باش نقلي قضيتي. نهارتها هكا كيف ما عندي توا قدمت في الدروج نتاع الاتحاد، هبطت هكا اربع درجات، قال لي شتحب هكا مغشش شويه. قلت له بابا امي بعثتني معناتها قالت لك تحب مصروف. عمل هكا حط يده في مكاتبه، عمل هكا مكاتب الزوز حط يده في مكاتبه، قال لي ياهو دينار. وقت اعطاني دينار رجعتوني 39 سنه التالي، راهو مش شويه 39 سنه في نفس، معناتها انا وقتها ادوليسانت عامت الباك نتاعي معناتها نفهم كل شيء. من وقتها مريتوش نراه بعد 3 اشهر من نهار 25 جانفي وقت اللي مشيت للاتحاد ما شفتوش. فيك 3 اشهر هذوكم ما نحكي لكم شنو صاير فينا. الحق الله يرحم عمي عموماتي الله يرحمهم الكل، هما ديجا توفوا، عمي حمادي اللي بينا الله يرحمه، وعمي سالم اللي بابا اللي يدور من بقعه لبقعه. وفي الليل تتلم العائله الكل وكلنا حزانه واخواتي يبكي وبابا فين. وانت تعرف انت طفل عمرها عامين ونص والاخر عمرها 4 سنين، واحد عمرها 6 سنين والاخر عمرها، معناتها تصور اللي انا عمري 19 واش معناتها. كانوا يتبكوا ما مأساة ما نجمش ذهلي تعرفوا واش معناتها مأساة نتاع بو يغادر معناتها داره ماهوش في داره وصغار وصغار الكل. وامي احنا عائله جربيه عائله محافظه، امي ما كانتش تخرج تهز القفه ولا تقضي ولا حاجه، كان بابا الله يرحمه كان هو اللي يقضي كل شيء، هو اللي لهي بالدار، كان يوصلنا احنا للمدرسه، كان لهي بينا الشارع لهي بينا، هو الدار لهي بينا امي. في شهرين ما نعرفوش عليه، في الشهر الثالث جاء عمي سالم الله يرحمه قال راني اليوم عندي معلومة، راهو سي سعيد بابا معناتها أخوه راهم فما واحد قال له اللي هو في سلامة أمن الدولة في الداخلية في الكاف نتاع وزارة الداخلية. هذاك اللي نعرفه احنا صغار ما نفهموش حتى شيء، ما نعرفوش لا علاش لا كيفاش. المهم انا نخزر لاخواتي نخزر لامي، معناتها نرى في العذاب نرى في الحزن نرى في هذه نشوف فيه كل يوم معناتها. بعد وقتها كان مدير الامن كان زين العابدين بالعلي وقتها مدير الامن، حتى بعد 3 شهور هذوما قالوا باش يجيبوهم للقصبة للحاكم التحقيق في قصر العدالة. إبا قعدنا نمشيو جي جمعتين من آخر نهج الساحل حتى للقصبة، يقولوا اليوم باش يعديوهم، اليوم باش يعديوها في حاكم التحقيق. نستنيو وهما كل مرة يجيبوا شكون، كل مرة يجيبوا شكون، حاسيلو هو في الفوج الأخراني بالكل. نهار اللي ريتو انا بعد ثلاثة شهور ما ريتوش، وقت اللي شفته ما صدقتش وجهي، ما صدقتش معناتها وجهه معناتها مبدل على العاده، معناتها مش كيما بابا اللي نعرفه انا. معناتها نهار اللي شفته نهار 25 شلاخم شعر طويل، اما بالرغم هذاك فرحت خاطرني ريتو. بعد قداه مشيت نجري باش نعنقه هكا يجيني بوليس ويضربني ويدزني، يقول لي ما تقربش ويدزني طايح. حتى عندي خويا صغير هو خويا الوحيد، معناتها شددته في يدي عبد القادر جاب باش يمشي، وعملت هكا شديته
شديت وجبته لي. من بعد من قصر العداله بيان سور يمشي طول للحبس. وفي الحبس المعاناه اخرى كالعاده. عمي حماجي الله يرحمه يتلهى بينا احنا شويه، وعمي سالم يتلهى ببابا الله يرحمه. عمي سالم يهز القفه ويتلهى بابا في الحبس. والمشكله الاخرى ما يخليوناش ندخلوا، يدخلوا كان ثلاثه كل مره. معناتها انت ما تنجم تشوف بوك الا بعد ثلاثه جمعات، حاجه هكا. اخته تحب تشوفه، واخوه يحبوا يشوفوا، وامي تحب تشوف، اخواتي يحبوا. معناتها الطريق ما يخلطلكش. قعدت كل مرة تدخلوا منهم. مرة دخلت أمي مع أخواتي زوج صغار، واحدة اسمها الهام، وبابا ما قلت لك كان كيروح في الليل كان يبدأ يلعب يفدلك معانا، يجيب لنا هذه عندي أختي هذه دليلة يعطيها الحمص، عندي الأخرى يعطيها البنان، عندي الأخرى يعطي كل واحدة شنو تحب يبدأ يجيب. وإحنا ثمانية تبارك الله والوليد معناتها، وكل واحدة عندها معزة خاصة عنده. جي الهام ذي قالها ويقول لنا اش تعشيت وش كليت وش عملت، وكل ليله كي يروح في الليل لازم يسالنا معناتها حتى نكونوا راقدين يبدا يطلع علينا يبدا يشوفنا. يقتلوا لا يا بابا ما تعشيناش. بالحق احنا ما تعشيناش بالحق، ليلتها ما تعشيناش بالحق. وقتها ما ظهر حتى شيء معناتها. كي من غدويك جابوا له القفه رفضها ورفض الزياره معاه. قال لهم القفه اللي باش تجيبوها لي ليا مشيو هزوها لاولادي. وبعد انا دخلت انا وامي نرى في بابا متغير ياسر ياسر ياسر. كل مره راه يتغير اكثر، خاطر انا اللي نلاحظ اكثر. انا جيتي لا بلو بروش لوي، معناتها دو لوي بلوتو. معناتها كان كل شيء يقوله لي، كان معناتها كنت قريبه ليه، وكان يحبني ويحبني نقرا ويحبني ننجح، ويقول لي قرايتك مستقبلك ورد بالك على خواتك، وكان ديما يوصي فيا. خواتي حتى واحده لا كملت تعليمها بعده، حتى واحده. انا استغفر الله يا اخي، ريتو ضعيف اما نظيف، محجم رجع معناتها، اما الضعف ياسر وجهه اصفر، حتى هيك البيبي هذه اللي هنا اللي بعد الابيض هذيك اصفر شويه. وهو الي سوريون وين لاباس، ما يقول لنا حتى شيء، ما يقول لنا حتى شيء. اما من بعد معناتها بعد مده سمعنا اللي في الحبس جاء طبيب الحبس يعدي عليه يعملوا لاباس لاباس. يا اخي الزملاء نتاعو اللي في الزنزانه معاه واللي محبوسين معاه اللي في الحبس معاه قالوا له نحبوا نجيبوا له طبيب، معناتها من الخارج مش نتاع السجن. واحنا طبيب العائله نتاعنا هو الدغري، دكتور الدغري. قالوا له نجيبوا له دكتور الدغري، هذاك جربي كيفه معناتها قول عليك ما حبوش. يا اخي الزملاء نتاعو عملوا اضراب جوع. كي عملوا اضراب جوع وشافوا حالته تدهورت على الاخر، ووقتها ولينا نسمعوا تعذب ياسر عملوا فيه، خاطر فما عباد معناتها كي دخلت معاه معناتها كان اللي فيسه قلبه الفيسه ولا حاجه ما نعرفش. انا مانيش معاه مانيش حاضره ما نعرفش شنو اجرى بالضبط. اما هو تعذب ياسر، واساليب التعذيب شفتوها اللي هي في الرساله اللي كتبها لرابطه حقوق الانسان، انواع التعذيب الكل. كاو عمل هكا في الحبس. من وقت اللي عملوا اضراب اصحابه احنا لاحظنا عليه الضعف وكل شيء، ما جا بينا حتى شيء. وقت اصحابه عملوا اضراب وقتها هزوه طول من الحبس هزوه للسبيطار ريانا، وقالوا
on lui accorde la liberté provisoire. يخي هو جات وقتها جاء واحد صحفي من الديمقراطية من رأي وقال عمل معه انترفيو وقال je refuse la liberté provisoire qu'on m'accorde. Il a tenu bon à la refuser. وكي نمشيو للسبيطار ولينا ما عادش نمشيو للحبس احسن شويه في السبيطار في فم باب البيت نتاعو اللي هي البيت قدن هكا جارديان على اليمين وبوليس على اليسار ويدو في الفرش بالحديد نقربوا له ما يخليوناش نكلموه ما يخليوناش معناتها نقول عليك باش نقربوا له باش نقولوا له و entre temps اللي هو مجدود معناتها في الداخليه والكل الكهرباء قدام دارنا ديما فما شكون يعس معناتها ديما فما شكون يعس على دارنا على شكون داخل على شكون خارج على شفما وكل مره حالته تتدهور في السبيطار كل مره اكثر واكثرين بقعه زرقاء هوني هكا انا وقت اللي شفته في المستشفى وقتها كانت عنده بقعة هنا ظوافره زرق ظوافره ما همش عاديين سقيه توجع فيه الله يرحمه كل هذا علاش على خاطر يمارس في حياة يحب نشاط النقابي ما كثرش من هذا كاو من غديك وقت تعرفوا اللي هو ما عاد فيه حتى شيء معناته العادي الداوى وهذا الكل احنا ما نعلمو حتى شيء انا الكبيره ما نعرفش من هذا الكل حتى شيء روح للدار بابا روح الفرحه العارمه معناتها وانترتان نسيت باش نقول لكم اللي وقت اللي هو في الحبس انتر بارونتيز وقت هو في الحبس انا خذيت الباك وكنت عمتي متفاهمه معاه مش انا بحثت له دبوزة شروبه في القفة معناتها هذيك سينال يا أنا خذيت الباب معناتها أصحابه من بعد يحكيوا له أنا ما في باليش قالوا لي أكبر فرحة قالوا لي عمرنا مريناه فرح كيف من نهار هذاك احنا الفرحة مريناهاش أنا كخذيت الباب ما فرحتش أنا نبكي خاطر بابا مش معاي خاطر هو اللي مشجعني على دراستي على خاطر هو اللي يقول لي أقرأ هو اللي يجيب لي الكتب ماكن وقت ما بحذاهم ما كان اللي يبيعوا الكتب والكل يبدا يجيب لي كل ليله واو هذا واو هذا واو هذا وقري اخواتك وتلهي باخواتك كهو بعد روح للدار في بالي فرحت بابا باش يرجع وديجا هو قبل ما يتشد في الحبس كان مقيدني في باكالجيريان عامله الانسكريبسيون تاعي ما مشيتش ما عديتوش معناتها شو نقول لك هو تعب بالقدا اما نغسله باش يبرى معناتها ما جيش البالي اللي هو تعب نتاع موت وما عادش فيه حد شيء وعمومات يجي ويدوروا ومعناتها ولهيم بيه واحنا في الليل ما نرقدوش بالكل كل ليله واحده مش كل ليله الليل نقسموه تبدا امي ترقد امي نقوم انا نشدو انا بعد اختي الاخرى بعد اختي الاخرى واللي كان عندها واحده دوفوار تخلي البلاصه الاخرى ونعملوا فيه فالحين خاطر نغسلوا بابا باش يبرى نغسلوا باش يرجع لحياته العاديه والكل حتى نهار 9 جانفي انا وقتها في الفاك في اليونيفرسيتي فاك دو سيونس صباح عندي انفي والعشيه عندنا تي دي وقت اللي دوفوار جاني سي عبد الجواد الجنيدي مع عمي ركبوني في الكهرباء نهار هذاك ما ننساهش بالكل السي الجنيدي يحكي لي ويقول لي الدنيا هذه هكا ويلزمك هكا ويلزمك يكون واحد قوي ويلزمك من بعد نتذكر فيه الكلام الكل ما وقتها ما استعبتوش بالكل ما قلت هذا صاحب بابا ما نعرفه ساعه ساعه معاه ولا حاجه هو كي ينصح خاطر ديما كي يراني واحد مع بابا يبدا ينصح عادي معناتها نسمع فيه وعادي معناتها مانيش
بعد قريب نوصل للدار وهو قالها لي. ما تصوروش معناتها الالم هذاك باللي الباحث باش يحكيه باللي باش يقولوا جميلة تتصوروه. خاطر انا عمري ما كنت نتصوره باش يموت، معناتها كنت نتصوره مازلنا باش نعيشوا مع بعضنا والكل. قلت كان جيت نعرفه باش يموت والله انا نمشي نقرا، والله ما نزيد نقعد معاه، نقعد اكثر نشبع بيه اكثر. خاطر انا ساعات نتسرسب ونمشي بكري، ساعات نرقد بكري، ساعات ندمت على الحاجات اللي عملتهم انا. معناتها قلت راني قعدت معاه اكثر وقت، وقت اللي هو في الدار زاد اخواتي ساعات ما يخليهمش يدخلوا له، خاطر كي اخواتي الصغار مانعينهم الدخول معناتها للبيت اللي هو فيها، خاطر ساعات كي يدخلوا له دمعته تهبط. وديما كان يقول لاخواته، يقول للعباد اللي يجوا يقول ردوا بالكم كان على صغيراتي، ردوا بالكم كان على صغيراتي، كان ديما يوصي. انا ما زدتش قريت من بعد العام هذاك بالكل، ما زدتش قريت بالكل. عندي زوز اخوتي من ثوازيام اني زاد خرجوا، اخوتي الاخرين بريمير شويه شويه، حتى واحد لا زاد قرا بعد وفاة والدي. مشى من الدنيا هذه، وخلى لامي، خلاها امي وحدها في شبابها، هو عمره 49 48 49 وهي اصغر منه بياسر، خلاها وحدها تعاني في 9 أطفال منه انا الكبيره، معناتها 9 صغار، صغيرة عمرها 2.5 عامين. ومن هنا بدأت المأساة. هو مأساته أكثر وأكثرين، هو على خاطر مارس معناتها نشاط نقابي. شنو عمل له؟ شنو الحاجة اللي عملها؟ اللي هو مارس نشاط، يحب الاتحاد، يحب يدافع على الشعب، يحب معناتها هذاك هو غرامه. النقابة واخذت له وقته الكل، والنقابة هي اللي هزته. نقابة خاطر مارس النشاط النقابي متاعه بكل حرية في وقت استبداد. يعني هذاك شنجم نلخص معناتها. و العام الاول ماك تعرف، العام الاول العباد الكل تتلهي بيك، وتسعى صغار، وبعد بشويه حسينا روحنا وحدنا. الاتحاد يعطي لامي 150 دينار في الشهر، والشيخوخه نتاعو 120، 150 120 تسعى وامهم. تنجموا تتخيلوا المأساة هذه. وعلاش الخميس اللي احنا عشناه، الخميس 26 جون، في ذاك الخميس اسود. اما اليوم بفضلكم انتوما، بفضل العباد الكل، ان شاء الله يولي خميس مشرق، ان شاء الله يولي خميس ابيض. وبابا الكلمه اللي كان يقولها لي وانا ما حققتهاش، خاطر ما كملتش انا، ما مشيتش اللي نحب، ما عملتش اللي نحب انا، اخواتي ما كملوش بالكل. امي الارمله المناضله اللي نسميها الله يرحمها، تعذبت علينا ياسر، تعبت علينا ياسر. كان يقول لي يا سعاد نحبك تقرا وتولي طبيبه وتداوي الناس بلاش. بلاش عمره ما قال لي باش انت تولي طبيبه وتخدم الناس، الشعب بلاش. الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه. شكرا سعاد.